هاي يا سارة، بقولك ايه، ما تيجي ننزل نقعد في اي حته شويه؟ نروح فين دلوقتي يا نور؟ ده انا بنام يا حبيبتي. طيب ماشي. هبه بقولك ايه، ما تيجي ننزل ناكل اي حاجه؟ ناكل ايه يا مجنونه؟ انا عامله دايت اصلا. انا في السينما والله يا نور. خليها بكره يا حبيبتي، انا مع مازن بنتخانق. ايه يا نجم، انا خلاص جبت العربيه وحطيت فيها بنزين وهوديها لحضرتك على البيت. بقول لك ايه بقى يا نجم، ابقى افتكرني في اي لقطه كده في الفيلم الجديد بتاعك. اه ان شاء الله ان شاء الله. سلام. الو، ايه اللي بيحصل لي؟ اللي بيجرى لي لما بتنتهلي. بيحصل؟ انا مش شايفه حاجه خالص. اعمل ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ بسمعش نفسي. هو فين؟ يلا اطلق في الطلعة. يلا يلا يلا، سيب الشنطة سيب. يا شنطتي. هيا شنطتي. شنطتي. اتفضلي يا استاذة. انت كويسة؟ لا. حد عملك حاجة؟ لا، هما مشوا. طب يا استاذة يلا يلا بس نتحرك قبل ما يرجعوا. طيب اركبي العربية. اهدي بس، خدي نفس. حضرتك ظابط؟ لا انا مش ظابط، ده مسدس صوت اصلا. طيب طيب حاولي بس اركبي العربية قبل ما يرجعوا. يلا مش عارفة اسوق. الشباك مش باين منه اي حاجة، مش عارفة اشوف حاجة من الازاز. معلش تلمي على اعصابك بس احسن، هيرجعوا يتلموا علينا وانا همسح لك الازاز. طيب اعمل ايه؟ انا همسح لك الازاز، ما تقلقيش يا استاذ. حاضر حاضر. ما تقلقيش يا استاذ، اتفضلي. انت كويسة؟ مفيش حاجة تانية اتاخدت؟ لا مش عارفة. طب بصي بس، بصي. خايفة قوي. هو ده بيتك؟ اه بيتي. بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي على اللي انت عملته معايا النهارده. يعني انا كنت حاسه ان انا ممكن ما اروحش بيتي، هيقتلوني ما اعرفش. انا قلت انت يمكن ظابط او حاجه. لا ظابط ايه، بس يعني كنت معدي فما كانش ينفع ما اقفش يعني. امال انت بتشتغل ايه؟ انا ممثل. ممثل بجد؟ سوري اصل انا يعني مش بتابع قوي، فمش عارفه مين الممثلين. لا يعني عادي، يعني انا اصلا يعني لسه ببتدي، يعني مش معروف قوي وكده. ايوه ايوه. طيب هو لو ما كانش متاخر كنت قلت لك اتفضل. والله اعتبريني دخلت واتضيفت وكله تمام. انا اهم حاجه عندي ان انت تكوني وصلتي بالسلامه بس عن اذنك. بقول لك، هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي ربيع. ربيع؟ ربيع ده اسمك يعني اللي هو اسمك؟ ايوه اسمي. في ايه؟ حاسس ان انا قلت ان انا اسمي السرياوسي مثلا. لا لا مش قصدي يعني. واضح ان هو مش عاجبك. لا لا خالص، بس يعني هو الاسم مش كومن قوي، ما بنسمعوش كتير في مصر يعني، صح؟ ده حقيقي فعلا. انا اسمي نور. نور؟ اه ايه الاسم الغريب ده؟ شرفت بيك يا نور. ثانك يو. طيب تأمريني بأي حاجة تاني؟ أنا إذنك. بقول لك ربيع. أيوة. بص أنا برضو مش عارفة أشكرك إزاي على اللي أنت عملته معايا. أنا كنت مرعوبة بجد، كنت خايفة أوي أوي. حصل خير. عامة لما يبقى عندك فيلم أو مسلسل وكده يعني يبقى عرفني عشان أبقى أتفرج عليك وأتابعك وكده. أكيد، ده يبقى شرف كبير قوي بالنسبة لي. يعني أول ما أعمل حاجة هبقى أقول لك. طب هتقول لي إزاي؟ ممكن مثلا أخد رقمك؟ آه شو؟ وأبعت لك رسالة يعني أول ما أعمل عمل جديد. هو الرقم ده معلق؟ آه معلش، هو أصل التليفون بتاعي باظ، فأنا أوكي. يعني بستخدم التليفون المساعد بتاعي. ده الشبكة الجديدة دي. تأمينك خلص، اضغط واحد عشان تاخد.
اتصل بأي رقم أو اتنين لإدفعلي شكرا. ده واضح كده إن مفيش شبكة خالص. ساعتها أنا بتعلق شوية ومبيبقاش في نتورك. طب هو أنا ينفع بأديكي رقمي برضه عشان الرقم بتاعه Thank you. العفو علي. Thank you, huh? Good night. Okay. ألو، ازيك؟ أنا قلت أنت مش هتكلمني. ازاي يعني؟ ما أنت اتأخرت فقلت يمكن أنا يعني بفرض نفسي عليك أو حاجة. عامة أنا كنت بس بكلمك أسأل على حاجة معينة، يعني هو المكان اللي حصل فيه الموضوع ده امبارح فين عشان لو حابة أبلغ وكده. لا تبلغي إيه؟ دول خلاص زمانهم اتحركوا، يعني هم يفضلوا مستنيين في مكانهم. طب خلاص ماشي زي ما أنت شايف. على فكرة لون عربيتك حلوة قوي. بس لسه بايعها. بجد وجبت إيه؟ لا يعني لسه بشوف. طب خلاص يبقى الموضوع ده عندي أنا. عندك إزاي؟ لما أشوفك هبقى أقول لك. ولا أنت مش عايز تشوفني؟ لا اكيد عايز. طيب خلاص انت لو فاضي دلوقتي على فكره انا ما عنديش مشكله. بصي هو دلوقتي صعب شويه لان انا في فركش فركش يا استاذ المخرج تعبان. طب بقول لك ايه، انا ينفع اقابلك كمان ساعه؟ طب خلاص انا هبعت لك اللوكيشن دلوقتي. باي. سلام. شهنده شهنده عايز ايه يا ربيع؟ معلش اخر طلب هطلبه منك النهارده. لا ده اخر طلب هتطلبه مني في حياتك. زي بعض، انا بس عندي مشوار مهم جدا النهارده ومحتاج طقم كويس اروح بيه. ماشي يا ربيع، ربنا ياخدك يا ربيع. يا رب تتجوزي حبيبي. زي الملايكه ما تشوفها قمر. هو انت مش المفروض تعمل اي صوت قبل ما تدخل ولا حاجه؟ اعمل صوت ايه؟ الشركه كلها مفتوحه على بعض. وبعدين انا عايز اتكلم معاكي كلمتين كده. مش فاضية، في حد جاي لي مهم دلوقتي. حد مهم؟ مين يعني حد مهم ده؟ هو تحقيق ولا ايه؟ حد مهم وخلاص. حد مهم وخلاص. ماشي يا نور، خلصي كلامك مع الحد مهم وخلاص، وأنا مستنيك عشان نتكلم مع بعض. تبقي عسل أوي وأنت متضايقة. بتعمله ده يا ربيع؟ فوق لنفسك ياض واحلم على قدك وروح، ولا هتفضل مقضيها كدب في كدب؟ روح روح يا ربيع. ده انت خايف تحب كريمة المقشفة عشان مش هتقدر تكفيها، فرايح تبص للبرنسيسة دي وانت اصلا ما عندكش فردتين شراب شكل بعض. روح يلا روح. الو. ايه يا ابني انت بتلف حوالين نفسك كده ليه؟ اصل كنت بس مش متاكد هي دي الشركه ولا لا. اديك اتاكدت. يلا اطلع انا مستنياك. قول لهم بس على الباب تبع نور رمزي. خلاص اوكي تمام سلام. يظهر ان البني ادم فعلا مصير. السلام عليكم. هاي ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. اتفضل. شكرا. انت ازيك؟ عامله ايه؟ احسن؟ انا كويسه الحمد لله. بتشرب ايه؟ لا لا شكرا انا مش عايز حاجه. اكيد اكيد. طريقي قلت لي تعالى عربيتك عندي، كنتش عارف انك شغاله في شركه عربيات. شفت المفاجاه بقى؟ انتي فاكرة تحت القبة شيخ وجايباني تعملي شغل؟ وانا اللي فاكر انك معجبة وانا جامد بقى وكده. بس عامة يعني انا ما طلبتش اشوفك عشان كده، يعني بصراحة انا من امبارح الموقف اللي حصل مش قادرة اطلعه من دماغي ومش قادرة اتخيل لو انت ما كنتش معايا او ما كنتش عديت من الطريق ده كان انا ممكن يحصل لي ايه. بجد كنت خايفة قوي. عامة حصل خير الحمد لله، و...
وانا ما عملتش حاجه على فكره. لا بصراحه انت عملت كتير وبجد ده جميل، انا عمري ما هنساهولك. والله ده كلام كبير قوي يا نسا نور، بس هو في كلام كتير قوي. ايه ده؟ مش ده الواد ربيع؟ ايه اللي جابه هنا؟ مرتبك بصراحه. لا ما ترتبكش خالص، يعني اي حاجه انت حاسس ان انت عايز تقولها قولها، يعني مفيش حاجه. يعني مش عارف ابدا منين بصراحه. ما تفكرش كتير. صباح الخير، صباح النور يا نور. استاذ سحر ازاي؟ في حاجه يا سعد؟ انا اسف ان انا قطعتكم، بس انا لمحت ربيع وهو قاعد معاكي فقلت اجي اسلم عليه، اصله معرفه قديمه قوي. ازي حضرتك يا استاذ سعد؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك انت؟ هو انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ اصلي ربيع بيشتغل مع وائل الليسي الممثل، تعرفيه طبعا. اه طبعا عارفاه. انت مثلت معاه قبل كده يا ربيع؟ وبصراحه يعني ما جاتش الفرصه ان انا امثل معاه قبل كده. بيستحي ربيع، بيستحي يمثل معاه، بيمثل مع الاجانب بس. بقول لك ايه صحيح، امال فين الحد المهم اللي انت كنت مستنياه؟ مش شايفه يعني ما جاش. هو في ايه يا سعد؟ ممكن من فضلك ترجع مكتبك ونبقى نتكلم بعدين؟ حاضر، هبقى اعدي عليكي بعدين. سلام. بقول لك ايه صحيح، بعد ما تخلص كلام مع نور هنا عايزك تعدي عليا مستنيك، عشان عايز ابعت معاك حاجه للاستاذ وائل الليسي. ماشي؟ شاطر. حلو قوي الشميس ده، شبه بتاع وائل الليسي في اخر فيلم. هو في ايه بالظبط يا ربيع؟ هو بيكلمك كده ليه وانت بتكلمه كده ليه؟ انا مش فاهمه حاجه. نسا نور، في سوء تفاهم انا بحاول اهرب منه طول الوقت ومش عارف، قررت ان انا ما واجهش. انا وانا واقف قدام شركه حضرتك كنت همشي، ولولا ان حضرتك كلمتيني وقلت لي تعالى كان زماني مشيت. برضه مش فاهم، ممكن توضح لي اكتر من فضلك؟ حضرتك لما شفتيني كنت راكب عربيه غاليه جدا ولابس لبس بتاع ناس معاها فلوس، لكن الحقيقه هي ان العربيه دي مش عربيتي، واللبس اللي كنت لابسه ده مش لبسي، ده لبس مديهم لي من الشغل عشان هلبسه في مشهد بقول كلمه او كلمتين. انا ربيع لطفي كومبارس، وعايش في شارع وفي حي بسيط جدا، وظروفي ما تختلفش خالص عن الحارس اللي بيحرس شركتي. انا اسف على اسمك. يا كريم، انا راجع يا كريم، في مشوار بس كده وجاي. خلاص يا كريم جاي. سلام. هيا نور، هو ده ربيع اللي كان معاكي؟ ها؟ اه هو ربيع. طب ايه؟ طلع ايه نظامه سنجل ده ولا ايه؟ معرفش يعني، في موقف غريب قوي دلوقتي. غريب ازاي؟ ربيع طلع كومبارس ولا، والعربيه اللي معاه دي مش عربيته. يا نهار اسود، طلع نصاب؟ لا لا طبعا. نصاب ايه؟ على فكره انا اللي كنت بتكلم معاه يعني، ما كانش عايز يتجوزني يعني، هو تقريبا كان محرج يفهمني ان هو مش زي ما انا فاهم. خساره والله، كان هيبقى فيها ايه كده لو واحد باحترامه وفي نفس الوقت ناجح كده ومناسب. مالك؟ انت عارفه يا رانيا، انا سهله قوي الاقي واحد محقق نفسه وشاطر وناجح وعامل حاجات كتير قوي في حياته، بس مش سهله الاقي حد اخلاقه زي ربيع. لا بجد يعني، طيب وراجل وجدع، مش عارفه انا متلخبطه قوي بجد. هو
الحلو كده ما بيكملش. طبعا شايفه ان ده انجاز؟ ايوه طبعا انجاز، يعني بعد 5 سنين بيحاول النهارده هيمثل اول مشهد بيتكلم فيه. دي بدايه حلوه قوي وانا حاسه ان انا وشي حلو عليه، عشان كده هروح اتفرج بقى. يعني ظبط، عايزك تظبط معايا المشهد ده. تمام سعد باشا حبيب قلبي. ايه يا نجم النجوم، عامل ايه يا عالمي؟ والله معظمي كويس، انت عامل ايه؟ تمام زي الفل. بقول لك ايه صحيح؟ العربية اللي انت كنت طلبتها مني موجودة؟ يا باشا ما انا قلت لك العربية دي غالية وانت مش عايز تهز لي في السعر ولا تعمل معايا اي واجب. مع اننا عارف يعني ان احنا اصحاب وحبايب. ولا هو قال لي ليسي بس لحبيبك؟ لا عيب عليك، ده انت حبيبي ما تقولش كده. طب اقول لك على حاجة؟ انا العربية دي هديها لك بسعر اقل من اللي انت قلته. يا ريت يا معلم، تبقى ظبطتني. بس يعني ليه عندك طلب؟ انت تؤمر يا باشا. في عيل ممثل كده اسمه ربيع، المفروض ان هو جاي لك النهارده عشان يصور معاك مشهد. الواد ده غلط في حقي وانا عايز اردها له. ده مين العيل التافه ده اللي يقدر يغلط فيك؟ ده يمشي فورا. لا لا فهمتني غلط يا عالمي، بالعكس انا عايزك تسيبه، بس عايزك تهينه، عايزك تكرهه في حياته، تكرهه في التمثيل، يكره اليوم اللي فكر فيه ان هو يمثل. وما يصعبش عليك، كل ما تهينه أكتر كل ما هقلل لك في سعر العربية أكتر. بس أرجوك يعني تصور لي كل اللي هيحصل. سلام. شكلك حلو قوي بجد؟ والله زي الأول. مش عارف ليه أنا ابتديت أتوتر وأحس إني نسيت كل كلام. إيه الهبل ده ليه يعني؟ ما أنت حاطط مشهدك كويس، مثل حلو، خليك عندك ثقة في نفسك كده. خبيري معاك في المشهد؟ خبيري تعال. عرفت ومين الواد واقف هناك ده؟ ربيع ده اللي عامل دور جار الاستاذ وائل. ربيع. طب يلا شد الايقاع، يلا يلا. انت هيطلع عينك ربيع. انت يا ابني استاذ خبيري، هو انتوا شلتوا الكلام من حواري؟ لا ليه؟ عشان يعني المشهد كان نهار وفجأة بقى ليل. يعني في مؤلف ومخرج وانت جاي تعدل عليهم؟ لما المخرج يقول ليل يبقى ليل يا ربيع. يا استاذ خبير يلا عندنا تصوير. تعالى تعالى يلا يا بيه. يلا يا عم عشان ما تبقاش كلام. حاضر هشرح لك المشهد. ماشي. انت هتدخل كادر. والاستاذ عايز يقف هنا وانت واقف هنا. وهتقول لها اول جمله. فهمت؟ فهمت. جاهزه؟ جاهزه. يلا. اولنا سيت اند اكشن. معلش استاذ مدحت، معلش احنا مش هنعمل بروفا. طيب لا يا حبيبي مفيش بروفا، ما عنديش وقت، ولما اقول اكشن ما اسمعش غير الحوار اللي مكتوب في السكريبت. ممكن؟ انا اسف بابا. يلا اولنا تاني. انسد انسد ان اه. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه ده انت بتراقبني؟ ردي على السؤال. مالكش حاجه عندي ومالكش دعوه بيا اصلا. لا لا يا عندي. استنى يا جماعه استنى، انت بتزعل ايه يا استاذ؟ بمثل حضرتك. اي يعني مين اللي قال لك تزعق؟ ده داخل خناقه. هو كانت مكتوبه بس في الحوار اللي على اليمين، فانا بقى انفذ يعني. انا اسف. تمام يا استاذ يلا. على فكره الولاد مالهاش وحش، هو المفروض يزعق. بص هو كده كده انا مش عاجبني يعني، انا ناوي اغير بصراحه. ده اوفر قوي. تمام بقى.
يعني انا بديله بس الفرصه كامله. يلا يا جماعه ارجع تاني، هندخل من عند ارجع هندخل انا عندي ردي على قد السؤال. انسد اند اكشن. ردي على قد السؤال. انت مالكش حاجه عندي اصلا، مالكش دعوه. لا ليه عندك كتير، كرامتي اللي اتهانت، حبي اللي انت خنتيه، ايام وليالي بشتغل عشان احاول اساعدك، وفي الاخر ايه؟ جايه تقابلي راجل تاني عشان تشتغلي تتسلي بيه زي ما عملتي معايا؟ لا انا ليه عندك كتير قوي. انا قطعت يا جماعه، ايه الاداء الزفت ده؟ انا قلت لك من الاول انت ما تنفعش. يا جماعه مين اللي جاب لي الاستاذ؟ هو ناقص عطله؟ استغفر الله العظيم يا رب، شغلانتي مالوش شغلانه بقى. هو حضرتك بتتكلم كده ليه؟ على فكره هو عنده لسان ويقدر يرد عليك كويس قوي، بس ما بيعملش كده عشان هو محترم، وعيب قوي لما تبقى فنان على فكره بتتكلم بالطريقه دي. معلش هو مين الاستاذه؟ انا مديره اعمال ربيع اللي هيبقى اهم نجم في مصر. يا انتاج فضوا لي اللوكيشن. يلا يا ربيع. يلا. يلا احنا ماشيين. يا سيد عامل ايه؟ قول لي يا باشا طالما انا قلت شرف ان انا اشوف معاليك. حبيبي بص يا سيد، انا معرفتي كنس، واللي يعرفني ويكسب ثقتي تبقى الست الوالده ده عياله قوي قوي قوي. وش يا باشا من غير ولا كلمه، انت امرني وانا نفسي. حبيبي طبعا انت عارف ان انا جاي لك النهارده بخصوص ربيع. صح يا باشا، واتمنى انك تكون ما بطقوش، لان انا الواد ده اساسا ما بطقش اهله. تعبيط يالا، مين ده اصلا عشان يشغلني احبه ولا اكرهه؟ ما تركز ياض وشوف انت بتكلم مين. يا سيد الواد ربيع ده كل الحكايه ان دماغه لفت منه شويه، ومتصور ان هو ممكن يلعب مع اسياد. احنا بقى هنعمل ايه؟ دماغه اللي لفت دي نعدلها له. نعدلها له يا باشا، ونعدل ابو دماغه كمان. تعجبني. بكره الصبح الساعه 9 تطلع على البيت عنده وتاكله حته علقه. عايز وشه ده ما ينفعش تاني خالص. سفلت لي وشه يا سيد. هو ده الحوار؟ اه هو ده الحوار. يا معالي الباشا والله العظيم ما كان ينفع تتعب نفسك وتيجي لغايه هنا عشان حوار تافه زي ده، كنت شاور بس. معلش يا سيد، بس انا بحب اعمل شغلي بايدي. يا باشا واعتبر شغلك حصل. تعجبني. يوم الحد تبعت لي صورته وهو متخرشم، ابعت لك عرقك اللي اتفقنا عليه. على راسي يا كبير. الو الو، صباح الخير يا نجم. صباح الفل يا ست الكل. نمت كويس؟ بصراحة ما نمتش خالص. ايه ده ليه؟ ده انا كنت عايزك وشك يكون مرتاح النهاردة. ما تلاقيش وشي هيبقى زي الفل. طب يلا قوم بقى عشان ما تتأخرش. اخترت هتلبس ايه ولا لا؟ اه اكيد. طب بقولك ايه، هكلمك تاني بس عشان في حد بيخبط على الباب. لا لا خلاص ما تكلمنيش بقى، انا مستنيك في الشركة. يلا ما تتأخرش. خلاص ماشي، سلام. باي. اتأخر قوي ها؟ جربت اكلمه تليفونه مقفول. استاذه نور هو جاي امتى؟ انا عندي ارتباطات كتير. معلش هو زمانه جاي دلوقتي داخل علينا. نور. هاي بابي. البي ما جاش ليه لغايه دلوقتي؟ عندنا مواعيد. هو اصلا ازاي اتاخر؟ ما هو داخل علينا دلوقتي. بليز ما توترنيش اكتر من كده. رمزي بيه، انا شايف ان الصحفيين ابتدوا يتضايقوا جدا. احنا ممكن نعتذر لهم ونقول لهم ان حصل شيء طارئ ونحدد لهم ميعاد تاني. على فكره هي نص ساعه بس اللي اتاخرها. بعدين انا مش فاهمه هما جايين بدري ليه. انا اللي فهمته ان الميعاد الساعه 10 وبلغت بده. بس انا قايله رانيا 11. انا ما غيرتش حاجه. يبقى انا سمعت غلط يا جماعه. طب احنا بعد اذنكم انا مضطر اخد الكرو واستاذن عشان عندنا كذا ارتباط دلوقتي. معلش يعني ما ينفعش حضرتك تستنى ساعه بالكتير بس؟ لا ساعه ايه، في الساعه دي كنا خلصنا الايفنت التاني اصلا، ده جنبنا هنا. طب احنا اسفين جدا يا جماعه، بنعتذر لكم وان شاء الله هنحدد لكم ميعاد تاني. بنعتذر لكم فرد فرد. شكرا. طب
ربيع جه اهو. أنا اسمي ربيع صادق لطفي. طب مين اللي اكتشفك؟ والله أنا من زمان يعني وأنا بحب التمثيل طول عمري، حاولت كتير إلى أن قابلت نور وهي قررت إن هي تدعم موهبتي. طيب، هل بتفكر تغير اسمك لاسم فني؟ على ما أعتقد إن مفيش فنان مصري اسمه ربيع قبل كده. ما أنا شايف إن اسم ربيع اسم جميل وهو في الآخر أحلى موسم في السنة، يعني مش شايف إن الاسم هو اللي بيصنع البني آدم ولكن البني آدم هو اللي بيصنع الاسم. بس وانا حابب اسمي جدا فما اظنش اني اغيره. هل نفسك تمثل بره او يعني ايه الادوار اللي شايف ان انت ممكن تعملها؟ ماشي يا سيدي الكلام. ما بتردش. انا هوريك. شوف يا ربيع، أنا عمري ما اشتغلت في المجال الفني قبل كده بشكل احترافي، لكن أقدر أقول لك إن أنا بفهم كويس قوي وأعرف أفرز الكويس من الوحش. في الحقيقة يعني ما أخبيش عليك، أنا لما لقيت نور متحمسة لك قوي كده أنا ما كنتش مطمن، لكن لما شفتك وأنت داخل مبدئيا كده ليك طلة، عندك كاريزما، ودي من أهم الصفات اللي لازم تكون موجودة في أي ستار. انت واخد بالك من اللي بقوله؟ ستار، لان فرق كبير قوي بين الممثل والممثل الستار. ولا ايه رايك مروه؟ بصراحه يا رمزي انت عندك حق، ربيع بصراحه عنده كاريزما هايله. بالظبط كده، وعلشان نعمل منك النجم اللي احنا وانت بنحلم بيه بنحتاج انك تلتزم جدا بكل اللي هنتفق عليه. اكيد، وانا عايز بس لو تسمح لي اقول ان شرف كبير ليا ان انا اتعرف على حضرتك يا رمزي بيه. ثانيا انا ثقتي في نور كبيره قوي قوي. يا سعد، حضرت العقود؟ اه طبعا يا رمزي بيه، واقفه بس على امضه النجم. اتفضل. يلا يا سيدي اتفضل وقع، ولا تحب تقرا الاول؟ ازاي يا فندم، يعني انا هراجع وراكم ليه؟ لا طبعا يا ربيع، مفيش حاجه اسمها كده. اقرا العقد ولو في حاجه مش عاجباك كلمنا فيها. تمام، اللي تشوفيه. ايه بقى الموقف اللي حصل لك؟ مش انت كلمتيني عشان تستعجليني؟ اه، وبعدين جرس الباب رن. بالظبط، قمت اشوف بقى مين. خير يا سيد؟ وفي كده؟ مفيش اتفضل، مفيش تعالى اشرب شاي. ليه يا عم؟ يا سيد ابوس ايدك، النهارده اهم يوم في حياتي، لو انت جاي تغلس عليا خليها يوم تاني. هما كلمتين جاي اقولهم لك، ذوق عافيه هتسمعهم. اوعى كده، مش طالبها فرهده النهارده. ايه يابا البدل الجامده دي؟ تعال اقعد يا عم ربيع. فيها يا سيد؟ بقول لك ايه، انا خلقي ضيق ومش عجباني خالص اللقطه اللي انت عاملها دي. فبعد اذنك انت جاي في ايه؟ صراحة ليه في شرم؟ ازاي يعني؟ المفروض اعورك واخلي وشك شوارع، عرفت ازاي؟ انت اللي جاي تعمل ده من نفسك ولا في حد زقك لده؟ تخيل بقى لو كنت رسمت على وشك الحلو ده خريطة كنت لهفت 30,000 بال، وانت اصلا كلك على بعضك ما تعملش عندي 30 جنيه حد. بس انا قلت انا سيد مش هينفع برضه، لازم تبقى فاهم الحكايه فيها ايه. هو معقول واحد يدفع 30,000 باكو عشان يشال فطك وخلاص؟ يبقى انت اكيد واحد مهم وانا مش واخد بالي. 30,000 باكو ده انا نفسي اول مره اعرف اني بالاهميه دي. وده مين ده بقى اللي زعلان مني قوي؟ لا سامحني، انا ما بقولش اسامي العملاء بتوعي، بس كل اللي اقدر اقوله لك ان هو حد تقيل قوي وبيكرهك قوي قوي ما شاء الله. لا احترم فيك مبادئك. انا مضيع حياتي كلها على مبادئ. طب وما بتنفذش ليه؟ امر الله يا اخي.
شله تاني زي ما بيقولوا، سلاحي ما طوعنيش. بيني وبينك بلحظه كده حسيت ان انت مني، ومين ده اللي يخليني اغدر بيك عشانه؟ اي نعم انا بحب الفلوس وبحبها اكتر منك، بس بحبهاش اكتر من نفسي، لان انا بصراحه لو عورتك لا هستظرفني ولا احبني، وانا بحبني جدا زي ما انت عارف. عشان كده قررت اسامحك وما اعملش كده، وخصوصا بعد الحاجات الحلوه اللي انا شفتها دي. اديني الطقم الجامد ده. في شيء انا اسف. انت فرحان باسنانك ولا ايه؟ لا ده انت فرحان باسنانك بجد. الله، وكمان فاتح لي صدرك. انت هتحضني ولا ايه يا عم؟ مالك في ايه؟ ايوه عايز احضنك واشكرك عشان انت النهارده هتكون السبب في ان حياتي تتغير. لم يابا ايدك، انا ماليش في احضان الرجاله، في بنات انا تمام. ماشي خلاص. طب اقعد اعمل لك كوبايه شاي حلو. ولا شاي ولا زفت، انا بس عايزك تقول لي حاجه. هو يعني ايه عشتك هتستريح؟ بص يا سيد، مش انت عارف ان انا عايز ابقى ممثل وحلمي ان انا ابقى ممثل مشهور؟ انا بقى النهارده همضي مع شركه هتتولاني وتقف جنبي وتساندني لحد لما ابقى نجم كبير. نجم مشهور يعني؟ ايوه. وتتنك عليا بقى وبتاع وحاجات كده؟ طب اعورك من دلوقتي. لا 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 لا، ليه يا عم سيد؟ انا برضو اعمل كده يا ابن اللذين؟ يعني انت هيبقى عربيات وقصور وحاجات كده يا موسى؟ طب تعالى نتعاهد عهد. ما تخافش يا عم، دي مطوه. تعالى نتعاهد عهد، بقول ان انت لو بقيت نجم بجد ومشهور بجد والبنات بقت مجمومه حواليك، نتصور انا وانت صوره سيلفي وعلى الفيس. سيد توم صاحب الفضل. امين امين. وال 30,000 باكو برضه هتديهم لي. امين امين. حلو قوي ده. بس برضه مش عايز تقول لي مين اللي وزك عليا؟ ما انا لو قلت لك يبقى هنفذ، ايه رايك؟ لا 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 خلاص، ما بديهاش يا عم. دوختنا كل شويه افتح واقفل وما بعملش حاجه. طب يا سيد انا متاخر، لازم اخش اغير. فعلا انت خدت من وقت كتير. خش انت غير وانا هخلع بقى. يلا سلام عليكم. سيد انا مش هنسالك الجميل ده عمري. حبيبي يا سيد. لا كفايه بقى، كفايه حبيبي والله تستاهل بوس. كفايه يا عم. سلام عليكم. ادي جزاء اللي يسيب نفسه لحد. دي حاجه غريبه قوي، ازاي اسمه سيد تهمه وطيب؟ يعني مش فاهمه. ده انا اللي طيب؟ ان واحد زي سيد تهمه ده يرفض 30,000 جنيه ويشتريني انا؟ دي اكيد معناها ان ربنا شايل لي حاجه كبيره قوي. ايوه انا متاكده من كده طبعا، بس بشرط. انا عايزاك تسمع كلامي في كل حاجه. اول حاجه انا شايفه انك لازم يعني تتخلص من حاجات كتيره قديمه في حياتك، يعني تبتدي حياه جديده وكده. عايزه كل حاجه تبقى فريش. وتاني حاجه عايزاك تاخد ورك شوبس، تطور من نفسك في التمثيل عشان لما تقف قدام الكاميرا تبقى واثق من نفسك 100% وبتعمل الحاجه الصح. فاهم قصدي؟ هو انت ينفع تفضلي في حياتي لاخر يوم في عمري؟ يا سلام، ده اسمه ايه بقى ان شاء الله؟ مش عارف. عادي ما تقولش، براحتك. خير عليكم. وبس الموضوع مرعب شويه وانا واقف هنا اتفرج على حضراتكم واساتذه كبار نجوم، لكن سعادتي كبيره جدا لان بعد رحله معاناه عملت اول فيلم ليا وباخد عليه جايزه احسن ممثل. فعلا احساس ما يتوصفش، والفضل في ده بعد ربنا طبعا هي زوجتي ومديره اعمالي وحبيبتي نور رمزي. وحابب اقول بس فعلا لولا وجودها في حياتي ما كنتش هبقى واقف قصادكم هنا النهارده. شكرا.
ممكن تقولي لنا ازاي وثقتي في ربيع؟ عرفتي انه موهوب؟ هل تجربتك مع ربيع تفتح الامل لكبار السينما والتلفزيون ان هم يكونوا نجوم؟ طب واحده واحده بس عشان اعرف ارد على اسئلتكم. طيب مين اللي بياخد القرارات لربيع في الشغل؟ وهل فعلا انت اللي متحكمه في كل شيء؟ الحقيقه هو العقد اللي بينا كده، وربيع متفرغ لموهبته وبيحب التمثيل جدا، وانا ماسكه الحته بتاعت الاتفاقات وكده عشان بعرف اعملها احسن منه. ربيع انت لسه ما غيرتش؟ خش غير دلوقتي. بابي كلمني وبيقول انه عايزني ارجع الشغل من بكره، انا بصراحه مش عايزه. ليه؟ عايزه اتفرغ لك، بس في نفس الوقت مش عايزه اكسفه، يعني هو بيقول لي ان هو محتاجني قوي. يبقى تروحي له. وانا بفكر اعمل كده، بس في نفس الوقت هبقى مركزه معاك برضو. يعني ما خلصنا في ايه؟ هو انا طفل؟ على فكره انا اعرف اخد بالي من نفسي. قصدك ايه يعني؟ مش فاهم. قصدي ان انت يعني ممكن تنزلي بقى تركزي في شغل الشركه وتسيبيني انا اتعامل، لان انا على فكره مش جاي من ورا الجاموسه، انا بفهم. ايوه بس انا شايفه ان انا مفيده ليك برضو، يعني بنفعك في حاجات يا ربيع. على فكره لو انا حاسه ان انا مش مفيده كنت بعدت من زمان. لا بس انت عاجباكي لقطه ان انت تبقي متحكمه في حياتي ومسيطره في كل حاجه. وعلى فكره الاسئله اللي سالوها الصحفيين دي اسئله ما تتسالش اصلا، ومش عايزه اسمع الكلام ده تاني. هو انا مش فاهمه، انت بعد ما بقيت نجم ومشهور دلوقتي بقيت انا عيب عليك يا ربيع؟ لا انا ما قلتش كده، انا بس عايز مساحه حريه ان انا اللي اعرف اتكلم بنفسي. وبعدين انا قدام كل الناس اهو قلت وشكرت فيكي، ما بنكركيش خالص. ربيع انت لازم تثق فيا، احنا لما عملنا العقد اللي بينا. يخرب بيت العقد. طب خلاص اهدى، انت يمكن اسئله الصحفيين ضايقتك النهارده، او انا مثلا رديت بطريقه ما عجبتكش، او رديت رد غلط في حاجه، انا اسفه. بس اوعدك ان انا مش هعمل كده تاني، هاخد بالي من كل كلام. ربيع انا بعمل كل ده عشان مصلحتك، انا حتى لما عملت العقد معاك عملته عشانك انت وعشان مصلحتك انت. حلو، انا لو في يوم حسيت ان العقد ده مش في مصلحتي او بيضرني هلغيه. انت فين؟ انا بايت في اوتيل. قررت عايز تعمل ايه؟ زي ما قلت لك انا عايز الغي العقد. وانا زي ما قلت لك انا مش عايزه العقد ولا عايزاه، واعتبر العقد مش موجود ولا انا كمان موجود. فكر بقى وشوف انت عايز ايه وقول. عايزه كيف موضوع مهم. طب بقول لك هكلمك تاني عشان بس عندي شغل. في ايه مالك؟ سعد كلمني وقال لي ادخل على الكمبيوتر بتاعه عشان اطلع اوفر وابعته لشركه ELG. دخلت اعمل كده لقيت الميل بتاعه منزل باك اب بس في تسجيلات مكتوب جنبها اسمك. انا شكيت في الموضوع، رحت عامله فورورد الميل بتاعي وسمعت سعد حاطط جهاز بيسجل حاجه هنا في المكتب. تسجيل عندي أنا في مكتبي أنا؟ أيوة. مش عارفة يمكن يكون كان بيسجل لمروة ولا حاجة، ما هي مروة كانت قاعدة هنا فترة. مروة إيه؟ دول عصابة كلهم مع بعض. أنا سمعت حاجات بس مش كتير، بس بجد بلاوي. وفي تسجيلات قديمة بتاعتك أنت. الناس دي عصابة وبجد كل اللي عايزينه إن هما ياكلوا فلوسكم. والله أنا مش متفاجئة، يعني أنا قلت لبابي كتير إن هما مش كويسين. طب وأنت عندك تسجيلات دلوقتي على الميل؟ هو ما قالكش عايزنا في ايه؟ ما قالش، مش عارف، في حاجة غريبة. صوته هو بيتكلم معايا مش طبيعي. أنا قلبي مش مطمن. ربنا يستر. أهلا أهلا وسهلا أهلا أهلا. حضرتك أهلا بالعصابة. في ايه حضرتك؟ مالك يا مصطفى؟ حاضر يا أخي. المثل بيقول من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. في إيه يا رمزي الألغاز اللي أنت عمال تقولها لنا دي؟ أنت تخرسي خالص. أنا سمعت تسجيلات كتير قوي، لكن أحقر تسجيل فيهم كان ده. أنا مش هفضل عايشة على أمل إنه يموت وأورث فيه، أديك شايف صحته أحسن مني ومنك. عشان كده احنا لازم نضرب ضربة واحدة تقيلة وخلاص. البت نورو خلاص راحت من ايدي، يا
يبقى على الاقل لازم نستفيد من انك بقيتي قاعده مكاننا، يعني تحت ايدك كل العمولات والسمسره. بقول لك ايه، احنا في شهرين ثلاثه ممكن نطلع ب 10 15 مليون، ويموت بقى سي رمزي وقت ما يموت. بس عايزك تركزي معايا. بس على فكره انا ممكن اخلي لك ربيع ونور دول طول الوقت في خناق. ودي تعمليها ازاي؟ هخليها تغير مني علي. ده برنامج يا مستر رمزي، برنامج. ده كل الكلام ده فيك، ده اي عيل صغير ممكن يعمل لحضرتك تسجيلات بصوتك وانت ما قلتش الكلام ده، مستحيل تقوله. دي برامج فيك والله. ليه يا لم؟ ليه؟ انا عارف ان موقفكم صعب قوي وشكلكم حقير بزياده، بس الحمد لله انا كنت فوق دماغكم ومفربلكم. انا بلغت عنك يا سعد وطلقتك يا مروة. رمزي ممكن بس استأذنك اطلع اخد حاجاتي. حاجاتك؟ حاجات ايه يا شحاته؟ وانت جيت بحاجة خالص. برا! طيب وموهوب وممكن يبقى حاجه كبيره قوي في يوم من الايام. انا حاسه. هو حضرتك بتتكلم كده ليه؟ على فكره هو عنده لسان ويقدر يرد عليك كويس قوي، بس ما بيعملش كده عشان هو محترم. يلا احنا ماشيين. انا بعرض عليك رسميا ان انا عايز اعمل معاك عقد، وهيبقى اتفاقات وفلوس بينا، وهنعمل كل حاجه حلوه مع بعض. انا متاكده انك هتحقق حاجه. انا النهارده قررت اني اعترف لك واعترف للعالم كله ان انا بحبك. فجأة حسيت إن زي ما يكون حد طفى النور وحياتي رجعت ضلمة من تاني. طلعت غلط يا ماما. ربيع صدمني. كل الحب اللي حبيته له طلع ملوش أي قيمة عنده. يا خسارة. نجاحه عماه وخلاه مش شايف غير نفسه. أنا عارفة إن ورق الطلاق هتوصلني بين لحظة والتانية. مع كده مش ندمانة إني مشيت ورا قلبي. بس للأسف طلع إحساس مش صح. وحشتيني ربيع. حقك عليا يا نور، أنا آسف. وحشتيني أوي يا ربيع. اكتشفت ان انا ما اقدرش استغنى عنك، والعقد اللي ما بيننا انا عايز اغيره واخليه لاخر يوم في عمري. واوعدك مفيش خطوه هعملها الا لما تكوني راضيه عني. بحبك. ايوه كده. حكي. تعالي. فين؟ تعالي خش جوه. هنروح فين يعني؟ هاخد رايك في حاجه. أنا نجم غصب عن أي حد، وأنت مش هتحكمي فيا، أنا اسمي ربيع. أنت ليه طول الوقت مستني تنكر اللي أنا بعمله معاك؟ على فكرة أنا عملت كتير قوي، وفي مني عقد. عقد؟ لا يا ماما، العقد ده تبليه وتشربي ميته، ولو أقول لك أحسن إحنا نتطلق بقى. أنا ما